ولمناقشة تأثير صور السيلفي على الأطفال معنا من القاهرة الدكتور نوران فؤاد أستاذة علم الاجتماع. دكتورة مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا. هل تأثير صور السيلفي خطير فعلا بهذا القدر على أطفالنا كما عرض التقرير، وهل كل الأطفال عرضة لهذا التأثير السلبي؟ مساء الخير والسعادة. طبعا حضرتك الدراسة مهمة جدا، وبالذات للسن المراهقة أو سن التينيجز اللي هم العمر الوسيط، بيكون لسه المراهق او الشاب الصغير لم يكون بعد اتجاهات، يعني هو دلوقتي في مرحله تكوين اتجاهات نفسيه وانسانيه واجتماعيه، فدي مرحله خطيره جدا. فانه يعتمد على المظهر والمظهريه فقط، يعني في اكثر من دراسه حول هذا الموضوع، زي ما شافت في عصور او في فترات سابقه الشوبينج مانيا اصبحت الان الفوتو مانيا او السيلف مانيا، يعني جنون الاهتمام بصور السيلفي والصور الشخصيه ومقارنة نفسه طبقيا بقى واجتماعيا واقتصاديا وشكليا بصاحب الصور. إذا دكتورة، أكثر الأعمار تأثيرا هم سن المراهقة والعمر الوسيط اللي هو يعني كما فهمت قبل المراهقة بقليل. دكتورة، هل الجنسين تأثرهم بالدرجة ذاتها أم الكفة تميل بين الذكور والإناث؟ والله أنا هقول لحضرتك في السن ده بالذات، في السن الوسيط أو سن المراهقة اللي هو الشباب الاول، بيكون الاهتمام بين الولاد والبنات واحد، يعني درجه الاهتمام الولد والبنت بالشكل الخارجي ليه، السمنه، النحافه، الشكل الرياضي، العضلات الرياضيه، المظهر الرياضي، المظهر الصحي، المحافظه على الشكل الخارجي، الازياء، كل ده بيكون الاهتمام اكتر من سن الشباب اللي هم بعد العشرين. طيب ما الحلول امام ذوي الاطفال أو في المدارس أيضا لتفادي تأثر أطفالهم السلبي بصور السيلفي لأقرانهم؟ والله ده دور حضرتك الراعي النفسي أو الأخصائي النفسي الاجتماعي في المدارس، وبالذات في هذه المرحلة الإعدادية والثانوية، إن هو يهتم إن ينقل للطلاب محبة الصورة الذاتية، يعني إن أنت تتمحور حوالين صورتك الذاتية، أن تكره الشكل الخارجي ليك، سواء كنت رياضي، سواء كنت بدين، سواء كنت نحيف دميم او جميل، هذه الصوره هي خلقنا عليها ولازم ان نحبها ولازم ان نتعود ان نحبها، وان لا نفضل شكل خارجي على اخر، يعني لا. ده بيكون اول الطريق حضرتك لتعلم العنصريه. هي طيب. العنصريه ديسكريميشن يعني ايه؟ دكتور، يعني في شكل خارجي على اخر. نعم. طيب هذا دور الاخصائي النفسي داخل المؤسسات التعليميه، ماذا عن دور الابوين او دور الاسره بشكل عام في هذا الخصوص؟ والله هو في كلام كتير قوي عن، بس مش الشكل الخارجي والصور، عن العاب الاطفال ايضا اللي ترتكز على شكل معين، زي مثلا دمى بشكل خارجي، دمى شقراء او دمى بيضاء، لا لازم ان الدمى حتى والالعاب اللي بيقوم بيها الاطفال سواء البنت او الولد تكون بجميع الاشكال وجميع القياسات الجسديه، بحيث ان ما يبقاش في تفضيل للطفل. حتى احنا لما بنعمل قصص او كتب للاطفال بنراعي الشيء ده، ان احنا لا نفضل شكل خارجي على اخر، لان احنا قلنا ان الطفل او المراهق في المرحله دي، الطفوله المتاخره دي او المراهقه الوسيطه، بيبقى عرضه للتكوين، لسه في بدايه التكوين النفسي والاجتماعي والانساني. فلو اخذ صوره خارجيه وركز عليها، هو ده مفهوم الجمال وقياس الجمال بالنسبه لي، وما دون ذلك ممكن يؤدي للانتحار. نعم. شكرا جزيلا لك لهذه المشاركه، حدثتنا من القاهره الدكتور نوران فؤاد استاذه علم الاجتماع.